كالنار في الهشيم انتشرت صورة الطفل الفلسطيني محمد عياش الذي صار أيقونة جديدة للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال، إذ صنع كمامة بدائية للتغلب على أثر قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال على متظاهري مسيرة العودة الكبرى. يظهر عياش هذا الطفل وهو يجلس بالقرب من السياج الفاصل مرتديا الكمامة على وجهه ويضع فيها قطعة من البصل للتخفيف من آثار الغاز المسيل للدموع. من غزة ينضم إلينا الطفل الفلسطيني صاحب يعني هذه الحكاية، وكان معنا محمد بسام عياش. محمد أهلا بك. محمد، من وين جاتك الفكرة محمد؟ فكرة البصل والكمامة؟ بصراحة أبوي كان متصاب الانتفاضة الأولى فكان يحكي لي عنها، وانا جربت اعملها وطلعت هادي، يعني انا ما كنتش متوقع ان صورتي تطلع زي هيك. وها هي قد ظهرت صورتك، ويعني اصبحت مشهور جدا لدى الناس انك شجاع وتدافع عن حقك. هل يعني في البيت كانوا يعلمون انك ستذهب الى هذا المكان الخطير؟ نعم نعم. وش قالوا لك؟ بصراحة هم انبسطوا لما شافوها. طيب، يعني أنت تعلم أن هذا المكان من الممكن أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون الرصاص، أنت نفسك ما كنت خايف؟ لا أنا بخافش منهم، هم اللي بخافوا منا. كيف يخافوا منك؟ هم معهم سلاح وانت ما معك سلاح. بصراحة هم جبنة، يعني قرب منهم خافوا. يخافوا من طفل صغير مثلك؟ كيف يعني؟ يعني مثلا هم جبنة، بل هم مش أرض عندنا، هم أجوا من أرض تاني وبدهم يقعدوا القدس. بالنسبة يا ترامب هذا المجنون اللي رشحه، مين اللي رشحه عشان يجي ياخد القدس ويقول عاصمة اسرائيل هي عاصمة فلسطين الابدية؟ كان هدفك ايه محمد وانت يعني في هذه المسيرة؟ يعني كان هدفي ان ارجع ارضي وارجع ارض اجدادي وارجع كل ذكرياتي عائلتي. راح تقدر مع هذه الأسلحة والقناصة؟ بقدر، وبقدر لو استشهدت، يعني في حد غيري. محمد عياش، يعني أشكرك يا ابني شكرا جزيلا.